موقف القائمة المشتركة واضح تماما أن القضية الأساس كانت وما زالت هي قضية فلسطين، وكل إضعاف لقضية فلسطين نحن يجب أن نقف بالمرصاد، نقول نحن لا نقبل هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون سلام حقيقي. بالطبع ليس سلاما بين الشعوب دون إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا هو الموقف الثابت والموقف الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، الاتفاقية التي عرضت بالكنيسة تتضمن أيضا صفقة القرن، أي عمليا اغتيال حقوق الشعب الفلسطيني، منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية. وأيضا هنالك جزئية تهمنا بشكل أكثر مباشرة، وهي قضية أهل المثلث، وهم جزء من المواطنين العرب الذين بقوا في وطنهم رغم النكبة. هذه صفقة القرن تجردهم عمليا من المواطنة، فليس إنسانا وطنيا ولا عاقلا ولا كريما يمكن أن يدعم أو حتى أن يقف على الحياد إزاء هذه الاتفاقية. لهذا نحن صوتنا ضد الاتفاقية، ناهيك عن الأمر الأساس بأنها بالأساس اتفاقية مصالح وتعتمد على أساس غير صحيح، وهو أن القضية الأساسية بالشرق هي قضية إيران وليس قضية فلسطين، وأنه يجب إجراء تحالف ليس بين عملية. المفروض أن يكون الاحتلال الإسرائيلي هو المشكلة الأساسية بالشرق، ولكن هنالك من يجعله ليس مشكلة على الإطلاق وإنما حليف بمواجهة إيران. هذا المنطق المقلوب على رأسه لا يمكن أن نقبل به لا وطنيا ولا أخلاقيا. طيب، بنيامين نتنياهو سيقوم بكشف عن أجزاء سرية من الاتفاق أمام لجنة الخارجية، الأمن وخدمات الاستخبارات البرلمانية بعد مطالبته بذلك من قبل جهات برلمانية. هل ستكونون قادرين على الاطلاع على هذه الأجزاء السرية أم أنها ستحجب عنكم؟ إرسالها إلى لجنة الخارجية والأمن هو إمعان بخطورة هذه الاتفاقية. لماذا؟ لأن نتنياهو باتفاق مع الإمارات وإدارة ترامب لا يريدون للجمهور الواسع أن يطلع على هذه الاتفاقية. هذا أمر خطير للغاية. يعني المعلن هو اتفاق بمعزل عن قضية فلسطين، وليس الحقيقة ليس بمعزل عن قضية فلسطين. قضية فلسطين حاضرة، هو الإجهاز عليها عبر صفقة القرن والموافقة على رؤية الرئيس ترامب وفق ما عرضها. هذا هو مكتوب حرفيا بالاتفاق الذي تم التصويت عليه بالأمس بالكنيسة. فقضية فلسطين حاضرة، ولكن حاضرة من أجل اغتيالها. هذا هو العلني، ولكن السري هو ما سيحدث بلجنة الخارجية والأمن. كونه سريا هذا يؤكد خطورة ما في الأمر، أنه لا توجد جرأة لا لقيادة البلدين أن يعلنا هذا الأمر على الملء ولجمهورهم الواسع. يعني هذا الأمر عمليا خطير بطبيعة الحال. على فكرة، لأنني تحدثت عن الشعبين، فمهم أن أقول بأن شعب الإمارات كان وسيبقى شعب شقيق وغال وله مساهمته وقلبه بالمكان الصحيح إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يخلف شعب الإمارات وعدا. هو جزء من شعوبنا العربية ومن أمتنا العربية عموما، ونحن نجل كل الإجلال. هذا كان وهذا ما سيبقى. طيب، بالنسبة لهذه الأجزاء السرية، يعني ستبقى هي حبيسة ما بين جدران مغلقة وغرف سوداء معينة فقط، ما هي؟ يعني واضح أنه الحديث عن صفقات أسلحة وعن يعني تعزيز عسكري، تحضير لأول لمواجهة مع إيران ومحور إيران حتى سوريا وحزب الله. كل هذه الأمور طبعا هي جزء من الأمور التي يعني كان حديث عنها فوق الطاولة وتحت الطاولة. هذا كله من نافل القول، هذا مؤكد. وما هو البعد السري بالأمر إلا تغطية عن الشعوب، خاصة عن الشعب الإماراتي والشعوب العربية، أن لا يعرف كنه هذا الاتفاق. هذه أمور تجري من وراء ظهر هذه الشعوب، ولا تريد يعني قيادة البلدين أن تعرف الشعوب بحقيقة ما جرى بهذا الاتفاق، ولكن هذا أمر واضح. على فكرة، واحد من عيوب هذه الاتفاقات، وهو ليس الأمر المركزي على أي حال، ولكن واحد من العيوب أن نتنياهو المتورط جدا والذي يضعف يوم بعد يوم
والمظاهرات الكبيرة ضده بكل مجال ومجال. تأتي هذه الاتفاقية ليس فقط لمساندة المؤسسة الإسرائيلية، وإنما الجناح اليميني المتطرف جدا تأتي هذه الاتفاقية معه. يعني هذه الاتفاقية مرفوضة مبدئيا ومرفوضة أيضا بأبعادها الزمنية والتكتيكية.